حفل توزيع جوائز الأوسكار ما يزال يشغل حديث العالم، وما تزال أصداء الحفل تسيطر على مواقع التواصل الاجتماعي، إذ ما يزال الهاشتاج الأكثر انتشارا عالميا. وأخبار الحفل، وكما وعدت في وقت سابق، خصصت كما وعدت هي خصصت أكاديمية فنون وعلوم السينما والصور المتحركة وقتا لحركة تايمز أب المناهضة للتحرش الجنسي في حفل الأوسكار 90 من أجل التعبير عن قضيتهن. وظهرت على خشبة مسرح دولبي الممثلات مؤسسات الحركة، وهنا أشلي جاد وسلمى حايك وأنابيلا شيورا. واللائي قلنا للمشاهدين في هذا العام أفصح كثيرون عن الحقيقة، والرحلة إلى الأمام طويلة، ولكن ظهر مسار جديد ببطء. ثم عرضت الممثلات الثلاث فيلما قصيرا عن عدد من المشاهير، وهم يتحدثون جميعا عن أهمية المساواة بين الجنسين. Biased perceptions against their gender, their race, and ethnicity to tell their stories. And on this 90th anniversary evening, when the Oscars celebrate.